السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شاهد على العصر، حيث نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة. سيادة الرئيس، مرحبا بك. أهلا. في هذه الحلقة سوف نتناول مرحلة هامة في تاريخ حكمك للجزائر، وهي مرحلة العلاقات العربية الجزائرية والعلاقات الدولية والإفريقية للجزائر. وأود هنا أن أشير إلى نقطة تاريخية مهمة، وهو أنه في 15 من أيلول سبتمبر عام 1963 انتخبت كأول رئيس للجزائر بعد الاستقلال، بعدما ظللت رئيسا للحكومة في الفترة من 29 سبتمبر 62، يعني بقيت رئيس حكومة لمدة عام، ثم بقيت بعد ذلك رئيسا للدولة حتى وقوع الانقلاب عليك بعد ذلك في العام 65. العلاقات التي ربطتك مع الزعيم جمال عبد الناصر كانت علاقات خاصة وعلاقات قوية وعلاقات متينة، وكانت مصر كما ذكرت من قبل هي الداعم الأول للثورة الجزائرية. باختصار شديد، كيف كانت علاقات عبد الناصر بالجزائر بعد الاستقلال؟ بعد الاستقلال العلاقات صارت على النهج الذي كان يعني موجود ما بيننا. معنويا انا كنت اعتبر الجزائر يعني مرتبطة بمصر وموحدة يعني مع مصر. شكليا طبعا كان فيه شيء، ولكن فعلا كنا صوت واحد واتجاه واحد وتعاون واحد يعني موحد. مصر كانت هي البلاد اللي يعني إيدها بيض علينا تماما، وساعدت الثورة في البداية، والبداية هي الأساس، وعانت من أجل هذا العدوان الثلاثي وأشياء أخرى. مصر كانت كل شيء بالنسبة لنا، هي الرمز، هي الوحدة العربية، هي كذلك البلاد مناصرة لكل الحركات يعني هل لعبت التحررية. دورا بعد الاستقلال في إعادة العلاقات المصرية الفرنسية التي أعيدت بشكل رسمي في 3 من أبريل عام 63؟ احنا بكل صراحة كانت عندنا علاقة مع فرنسا بمقتضى يعني اتفاق فيان إلى آخره، وكان دوغول في ذلك الوقت، وكنا لا نشوف لا مانع يعني في علاقات كويسة مع لا، مصر. هل لعبتم دور؟ لعب هل دور لرجوع العلاقات ما بين فرنسا والبلاد العربية بشكل عام بصفة عامة، ومصر بشكل خاص، أم أن خاص مصر بشكل خاص. دوغول الطلب الأول نتاعو هو كان سيادة الرئيس بيودي ترجع العلاقات ما بيننا ما بين فرنسا والدول العربية، وبالذات مع جمال عبد الناصر. طبعا العلاقات قطعت بعد العدوان طبعا الثلاثي على مصر في العام لكل الدول 56. العربية إلا وكانت قطعت علاقتها مع نعم، فرنسا، وهذا كان طلب من انا طلبت من دوغول رجوع العلاقات مع يوغوسلافيا، لان تيتو طلب مني هذا، وهو ضحك وقال لي وانا عندي طلب اخر، هي ترجع العلاقات ما بين فرنسا والدول العربيه وبالخصوص مع ناصر. وسالني ياخذ كم وقت هذا، قلت له ان شاء الله ياخذ وقت اسبوع، قال لي مش ممكن. فاخذت 24 دقيقه 24 ساعه، رجعت للجزائر ودرت التليفون، وناصر قال لي مش هذا بس، يعني احنا نقدم له دعوة يزور مصر مش نعم، فقط العلاقات. يعني كنت أنت الواسطة في كنت الموضوع. انا الواسطة. في 4 مايو عام 1963 قام جمال عبد الناصر بأول زيارة رسمية للجزائر. ما هو أثر هذه الزيارة ودورها في تدعيم الجزائر بعد الاستقلال؟ ولا كان دور تاع توطيد علاقات يعني، ولكن زيارة بذاتها كانت يعني فلتة. ما ما الذي حدث؟ أوصف لنا اللي ماذا حدث حدث؟ هو ان وقعت مظاهرة شعبية، وهذا كادت ربما تأتي بحياتنا يعني بكثرة الحماس، كيف؟ عدد الحضور كانوا كم تقريبا؟ بالمئات الآلاف، أقول مليون ربما كانوا موجودين في الجزائر، وما استطعناش كيف دخلنا في وسط الجماهير، غلقوا علينا وما قال بوليس ولا درك ولا معرفتيه. وممكن بالحماس الإنسان يقتلك، وكاد يوقع هكذا يعني، خذونا ودخلوا في وسطنا بالآلاف ومسكونا، ولكن الحمد لله
جاءت الفكرة متاع المطافي، في سيارة مطافي عالية إلى آخره، هي اللي نقادتنا يعني. كيف؟ اسمح جاءت لنا دخلت في الشعب. سيادة الرئيس، أنت تتكلم عن شيء وقع قبل حوالي 40 عاما. معظم اللي المشاهدين، وقع هو أن أولا الأخ جمال وصل بالباخرة نعم، ودشنا، الحرية، اليخت نعم الحرية، الحرية، ودشنا هذا الموقع في وسط العاصمة اللي اسمه بورسعيد، يعني نظرا لبورسعيد رمزيا إلى آخره. ولكن على أن ندخل في المدينة فيه 100 متر كذا نمر فيها، يعني هنا عملت موكب يعني. موكب باللانج روفر، لكن اللانج روفر تمشي والشعب يجر، سيارة صغيرة في يعني. انحرقت ثلاثة في مسافة نتاع 50 متر، وحصرونا. وكانت أنا خفت على حياة الأخ جمال، لأن دخلوا فينا ومسكونا من وحد الحماس يسلم والحب. حماس يعني، كادوا يجيبونا والله يا أخي. فأنا طلبت من الأخ جمال، قلت له نجيبوا مصفحة، قال لي لا، أعدائنا يقولوا خافوا من شعبهم، آتينا بتاع المطافي لأن هي كبيرة وعليا. طلعنا مثل المطافي. مشيت هذا اللي خلانا استطعنا ان ركبته نخرجوا. على سيارة المطافي. ايه، وبعدين جرنا البلاد واحنا كالمطافي يعني فوق. كانت الشعوب مجنونة بجمال عبد الناصر. مجنونة بكل صراحة. ايه هذه الأسباب الكلمة في تصورك التي يا دفعت أخي، إلى ذلك؟ هذا لا يفسر بالكلام، هذا شيء عميق يسكن الإنسان، يدخل في أعماقه وأسبابه كثيرة إلى آخره. لكن جمال كان بالنسبة للجزائر، ولكن مش بالنسبة للجزائر فقط، أنا في رأيي بالنسبة للعالم العربي ككل. زيارة الجزائر هذه دعمت حكم زيارة عبد الناصر للجزائر، دعمت حكم بن بلة تحديدا ضد خصومه السياسيين في ذلك الوقت. والله ما أظنش يعني ممكن يقال هذا يا أخي، بكل تواضع أنا كنت رصيدي هو شعبي بكل صراحة. لكن كل رفقاء الثورة طبعا كانوا بدأوا يختلفوا معه. علاقتي مع جمال عبد الناصر ونوعية العلاقات هذه طبعا وطدتها يعني، وطدها وهو الوعي العربي بصفة عامة طبعا، وبما أن الجماهير كل قلوبها كانت مع ناصر. لكن هل عاجل فيه تعتقد أن الشعوب هذه التي يعني كانت تمنحكم هذا الحب، قدمتم لها فعلا ما ينبغي أن تقدموه كحكام؟ الشعوب أحبتكم وأنتم لم تقدموا لها الشيء الذي كانت لا، تنتظره؟ قدمناها ما يمكن أن نقدمه في تلك الظروف يا أخي. إحنا مش أسباب يعني السقوط غرناطة، إحنا دور العرب انكمش في 1492، عام اكتشاف أمريكا، في ذلك الوقت انكمش دور العرب يا سيادة حضاريا إلى الرئيس، آخره. بعدين طبعا سيادة الرئيس، الأمم إذا توافقت لها الإرادة، أخليني سامحني نكمل تفضل. بس يعني. وبعدين أنا نشوف بأن دور العربي انكمش في 1492، في السنين يعني أو في القرن، في ذلك القرن، بعد يعني ابن الرشد والآخر ابن خلدون إلى آخره. ومسألة الطوائف وما وقع في الأندلس إلى آخره، هذا اللي وقع، ومحاولة يوسف بن تاشفين كل ده ومحاولة كده. تاريخ سيادة الرئيس. شوف أنا سيدي، أنا لا بتكلم عن واقع الآن، 62 أنا الشعوب أتكلم ضحت، على الجزائر واقع، وعلى حتى النظم العالمية يعني. هذا الطروحان تاعي ابن يعني خلدون طرح المشكلات التي يعني الحكام يقومون بها دائما على الآخرين، وإن دول السبب، وعلى التاريخ، هو نوع من الهروب من الواقع. لا، خلينا من الحكام هذه بعدين نعالج. لا وانا أنتم، أنا موافق، بقصد انا أنتم، معاك، أنا انا بتكلم معاك. لا بابي شعب اختصار ضحى سيدي، بملايين. الحكام اليوم بكل صراحه الحكام هم مسخرين، تسامحني الكلمه لمن؟ صعب، للغرب وشعوب بمقتضى القوانين للنظام العالمي. بعدين تريد نعالجها بالارقام، هذا النظام العالمي كيف هي العلاقات، هي نوعيه العلاقات والنتيجه نتاعها. احنا في حاله نتاع السخاره، احنا بالنسبه للغرب في حاله نتاع سخاره، عندنا علام وعندنا سخره نشيد. يعني تقصد؟ ونعم والله، هنشوف يعني حكامنا غير قادرين، وغير كذلك اغلبيتهم غير مخلصين مع شعوبهم. ها المشكله عندنا احنا الى يومنا هذا، والمعالجه هي طب ايه الوحيده. الحل؟ ايه المخرج؟ الحل هو التوعيه، لازم احنا نتغير من الداخل حتى نغير الكل، وبالذات نوعية الحكم نتاعنا، كيف نتغير ونتحسن من الداخل ونصبح واعي، يتغير الحكم ونواجه الغرب بأسلوب وبإمكانيات أخرى.
هاي المشكلة. مش ناصر هو المسؤول على الوضع اللي كان في ناصر مصر. أعطى للناس، أعطى للناس أمل كبير، ولكن لم يحقق منه الكثير. حقق الأمل، حقق لفترة طفرة في الروح وفي الأمان وفي في الكلام بس. لا مش في الكلام بس، هذه تراكمات. التاريخ يمشي كذا يا أخي. أنا مش موافق يعني بأن ناصر اللي عمله راح، لا، اللي عمله بقى كرصيد. وحنا في حاجة بتراكمات، بعد ناصر أتوا آخرين إلى آخره. إن شاء الله مثل ناصر، لكن أنا أثقني، أنا في رأيي على مدة تاع 100 سنة والله ما يأتينا رجل مثل ناصر، هذا اللي يشوف. ولكن أعماله لا مش ضايعة أبدا، أعماله تبقى للشعوب. يجوا من بعدنا شعوب أخرى. إلى إحنا مشكلنا هي 500 سنة نتاع ركود، ابتدات بسقوط غرناطه واحنا جايين. محتاجه زعيم، زعيم ينهض بالامه. بعد جاء الاستعمار، احنا خرجنا من 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 قبضه الاستعمار منذ 50 سنه بس. احنا خرجنا. اوروبا كانت مدمره قبل 50 سنه. لا، كانت اوروبا شيء نهضت وقامت. اوروبا قاومت. اوروبا قبل 100 سنه كانوا عباره عن قبائل. لا 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 لا. بيقتلوا بعض وبيعاملوا بعض معامله قاسيه. لا لا لا، جاءت من بعد المسلمين. لماذا لا ناخذ المثال الجيد وناخذه مثالنا ودائما ناخذ الامثله السيئه؟ ما ناخذوش من الغرب يا اخي، لان الغرب باني عملوا على ثقافه اخرى وعلى لا ناخذ الثقافه سياده الرئيس، ناخذ النهوض اللي موجود، النهوض الصناعي. النهوض يجي على مقاييس الحياه، يجي على اسلوب حياه، يجي على نمو الثقافه، يجي على الثقافه الدرجه الاولى. هذا نظام جاء بثقافه اخرى متسلطه قاتله، ارتكبت جرائم ما بعدها جرائم، قتلا تاع الهود الحمر كمله، مش شعب فقط. هذه امريكا اللي تتغنى مع شيء، وعندنا تاريخ تاع 210 سنين فقط. هذه بانيه على قبر مله، مش شعب، مله قتلت من طرفهم، من طرف الأسبان. ثم الرق السود 400 سنة ما يأخذوا ناس من قارة إلا قارة أخرى. ولا حسب تقديرات المؤرخين الغربيين قاتلوا 140 مليون سود، لأن كانوا يأخذوا واحد يمشي لأمريكا يقتلوا 10 15 يدافعوا على نفسهم. هاي الحاصلة الأفريقية اليوم متخلفة، هي أغنى قارة في العالم، عندها ثقافة. كانت فيها هذا تاع السونغاي، هذا الحكم اللي في السونغاي كان أكبر من أوروبا. وكان في طامبوكتو، هذه طامبوكتو اللي تكلمون، كانت سكانها 100,000 سكان. باريس ما كانش 100,000 سكان، وكانوا يدرسوا العلوم نتاع الخوارزمي اللي كانت باريس مازال ما تعرفهاش. يعني أفريقيا مش كانت، أفريقيا كانت في بعض الأحيان أقدم من أوروبا، لكن أصابوها بمسألة الرق بعد الاستعمار. هي أغنى قارة في العالم، أغنى قارة، أصبحت هي أفقر قارة في العالم، والأرقام وإلى آخره بلاش يعني. فيعني مش لأن الإفريقيين متخلفين، لا، في 1300 كانوا متقدمين لأوروبا وفي كل مراجع، عندي المراجع والله. طيب أنا الآن أبقى في إطار العلاقات الجزائرية العربية. علاقاتكم مع ناصر كانت بهذه القوة، وكانت تعتبر امتداد، وزيارة ناصر إلى الجزائر تعتبر زيارة تاريخية ربما لم تتكرر لزعيم آخر أبداً. من بعده علاقتكم مع المغرب كانت علاقات بدأت تدخل في إطار التوتر، وفي 19 أكتوبر 1963 قامت الجزائر بهجوم على حاسل بيضة وتنجوب، وذكرت الجزائر، ذكرت المغرب أنه تم اعتقال ضباط مصريين داخل الأراضي المغربية، وأنكم تلقيتم دعما من جيش عبد الناصر، وعبد الناصر قال لكم أنه معكم ضد ملك المغرب. ما الذي حدث باختصار وأنت كنت رئيس الدولة؟ اللي حدث بالذات هو أن العلاقات ما بين مراكش والجزائر وتونس كذلك في كانت في يعني تونس هجلها لوحديها. انا الان في المغرب. في المغرب كانت مشاكل نعم ما بين الحكام، بينك وبين الملك الحسن. ايه كانت لان كان نمط نتاع حكم غير الحكم، غير النمط اللي كان موجود فيها. ليست قضيه النمط، وانما هم يقولون، وانا قلتها لك من قبل، انك لم تفي بتعهداتك بمنحهم منطقه تندوف. تكلمنا والله بعد البارح والله، ولا ايه ولا سبب المعركه، ولا وافيت مره واحده، وافيت وافى اسمه الاخ فرحات عباس حين كان رئيس الحكومه المؤقته، بان المشكل هذا
ما وفاش بشيء إلا وأنه حيفتح بعد الاستقلال. لكن بعدين اجتمعت المنظمات على الوحدة الإفريقية في أديس أبابا وقررت استلام الحدود اللي كانت وقت الاستعمار، لأن شافوا بأن كل بلاد عندها مشكلة حدود. ده الكلام ده سيادة الرئيس الآن بتسبق لقضية الحدود في الحل اللي جه النهائي. لا قلت لي أنا مشكلة، أنا بس عايز أسأل مشكلة في الأول، ما بين الجزائر لماذا قمتم بالهجوم على المغرب؟ ما قمناش بالهجوم، احنا ما عندناش باش نقوم بهجوم، ما عندناش طائرة واحدة، ما عندناش دبابة. أمال مين اللي قام بالهجوم؟ أنتوا قمتوا بالهجوم والمغرب صدوه؟ لا 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 ما باتا، هذه احنا مش احنا اللي نقوم بالهجوم، هما دخلوا البلاد ما صدوهم فقط، وهذه كانت مفتعلة. كل المصادر بتقول انتوا هجمتوا المغرب. لا يا اخي، الحقيقه انا كلامي هو مش احنا اللي قمنا، وبكل صراحه ما عندنا حتى الوسائل باش نقوم، ثم ما كناش حقيقه في مناخ اللي يخلينا ندخل في حرب. احنا كان هذا بالنسبه لنا كفر. ليه؟ لان وقت الحرب الشعب المراكشي والشعب التونسي والشعب الليبي والشعوب العربيه كلها يعني تفاعلت لصالحنا بصفه مذهله. الثورة الجزائرية كسبت كل يعني الإعانة من طرف العرب كلهم بغير باستثناء المذاهب وما عرفش، مع مراكش أخي الشعب المراكشي نفس الشيء والشعب الشعب. هل حقيقة أن الرئيس عبد الناصر دفعكم للهجوم على المغرب؟ لا لا، وأيدكم وأرسل لكم قوات وأرسل لكم؟ لا أبدا، احنا طلبنا من الرئيس جمال عبد الناصر، لأن المعركة وقعت في الصحراء واحنا عندنا جيش مش كلاسيكي، مش جيش نتاع عصابات، معناها جيش نتاع جبال نتاع غابات، مش نتاع صحراء واطيه. وما عندناش طائره واحده، وما عندناش يعني مدرعه واحده. بس انت في 28 اكتوبر 1963 كما ذكرت وكاله السوشيتي بريس في ذلك التاريخ، وصلتك ثلاث سفن محملة بالأسلحة وبالمدرعات من كوبا من عند صديقك كاسترو. نعم. واستخدمت هذه في الحرب ضد لا المغرب. لا ما استخدمناهاش والله، وصلت في الآخر ولا استخدمناها، ولا استخدمنا كذلك للطائرات اللي أرسلها لي جمال عبد الناصر. طائرات عبد الناصر أرسل لك طائرات وضربت بها الحدود المغربية. ولا ضربت فيها حدود المغرب، ولا طائرة واحدة طلعت، ولا جندي مصري ساعد في يعني دخول. بس المغرب اعلنوا عن اعتقال اثنين مصريين. جاءوا على ان يساعدونا، ولكن الحمد لله المعركه هذه وقعت في شهر يعني انتهت، يعني مشينا للمالي وفضينا المشكل. لماذا فشلت الجامعه العربيه في ذلك الوقت في حل المشكله وحلتها منظمه الوحده الافريقيه؟ لان كانت المنظمه، لان احنا الاثنين لا مراكش ولا احنا كنا من المنظمه الإفريقية، وفي رأيي الأمريكان هم اللي ضغطوا على 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 حسن الثاني على أن الحل يكون سريع، لأن شافوا الطائرات وصلت، الطائرات اللي انت يعني القصف وصلت للجزائر، وشافوا بأن المسألة من عند عبد الناصر، جمال عبد الناصر. يعني واضح أن الآن مصر دخلت، كانت مصر في ذلك الوقت، كانت مصر في ذلك الوقت دخلت بقواتها في اليمن، وايضا عبد الناصر ارسل لكم قوات الى الجزائر لضرب المغرب. نعم. واسرائيل ما فيش حد بيدور عليه. لا انت هذا تفسيرك انت، مش تفسيرنا. لا الاحداث قدامي اهو. لا يا اخي، ترسل القوات الى اليمن، ترسل القوات لضرب الصراع بين الشعب اليمني وغيره الملكيين والقبائليين، ترسل القوات الى الجزائر لضرب المغرب واسرائيل. لا ما تخلطليش الحبل بالنابل، الا تريد نتكلم على ناصر نتكلم على ناصر والله. وانا نقول لك ما في شيء، عندنا ظاهره يعني حيه ومشرفه هي ناصر. هذا ما انا يعني مش ممكن. أنا بقدر عواطفك. لا مش عواطفي أخي، أنا عشت في مصر. لكن احنا نريد أن ننظر للتاريخ بتبرر. أنا سامحني، أنا كنت نقود ثورة، أنت ما كنتش تقود ثورة. هذا هو، أنا كنت نقود ثورة. أنا غلبان، أنا ثورتي. ولكن جيت بأحكام هكذا يعني قاطعة، ونصر ما عادش إلى آخره. لا أنا بقرأ التاريخ يا سيادة الرئيس الآن معك. التاريخ ما كتبش إلى يومنا هذا، هذا الكلام اللي أنا أقوله لك ولا مرة سمعه أحد، لأول مرة أنا أتكلم. جيت تاخذ الاشياء بالنسبه لنا المقدسه وتنهار حسب كلامك. ناصر بالنسبه لنا هي ظاهره مقدسه، بالارقام بالاشياء اللي عشناها مقدسه، لان عشناها يا اخي، عشناها المحنه، عشنا الاستعمار الاستيطاني،
عشنا. لكن هل معنى ذلك إذا كانت هناك أخطاء لعبد الناصر ومن اللي ما يخطئش يا أخي؟ العصمة لله، ما هو هذا ما لله نقوله حتى بعد الصحابة، واسمحوا لي الشيوخ يعني اللي نقول هذه الكلامة، ما حدش معصوم إلا الرسول معروف، سامحني. أيوة إلا الرسول، حتى الرسول في الأشياء الدينية فهمت، قال تاخذوش عليا في الأشياء الدنيوية إلى آخره. ولهذا ناصر كذلك رجل، هو إنسان وأنا إنسان، أنا في رأيي ما غلطش غلطات كبيرة أبدا، اللي غلط الغلطات هي إخواننا من قبله اللي ما كانوش في المستوى، في من وقت يعني الزحف الإسلامي في 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 إسبانيا وسقوط غرناطة والاستعمار. هنجيب أخطاء عبد الناصر ونحملها لسقوط غرناطة يا سيادة الرئيس؟ أنا نقول العرب قبله هما اللي فرطوا، هو وجد تركة، هو وجد فاروق، وجد يعني مشكلة نتاع يعني الملوك، نتاع الملوك. لا أريد أن أبقى في 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 دائرة مفرغة، ولكن كل ما نقصده أن رواية التاريخ لهذه المرحلة لديك أنت وحدك، وأنت لم تكتب مذكراتك، وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها حتى ما بتفصيلات في الشروط، تنتظر أن لأول تسمع مرة لأول مرة. وحتى حاجة أخرى بكل صراحة، أنا عملت التاريخ، اللي عمل التاريخ مش هو اللي يكتب التاريخ. أنا مش ممكن أتكلم عن التاريخ بصفة مجردة، أنا عواطفي يعني وكل ذاتي ينفعل كي نتكلم على ناصر ونتكلم على. أنا عندي شهادة فقط، وهذه الشهادة ممكن تكون منقوصة، وجو المؤرخين بعدين اللي عندهم أسلوب علمية هم اللي يكتبوا التاريخ، لكن الشهادة هي المادة الأولى اللي يكتب عليها العالم المؤرخ. أنا عندي شهادة، والشهادة مخلصة، ولا 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 مؤرخ بعدين ممكن يغير رأي ولا إنسان في الحياة على ناصر. وإحنا بنقدر لك أن تدلي بهذه الشهادة إلى الناس. أنا أقول هو 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 مصاب مثلنا، مصاب، هو إنسان والإنسان مصاب، والعصمة لله إلى آخره، لكن باعتبار كل هذا الأشياء هو قدم شيء للعرب ما قدموش إنسان آخر منذ 100 سنة. وعلى حسب التقديرات حتى 100 سنة بعدين ربنا ما يكون شر اللي ممكن يخدم، والله على حسب من شو الحكام نتاعنا هذا والله. تم وقف إطلاق النار على الحدود في 2 نوفمبر 1963، لكن يبدو أن مشكلة الصحراء بقيت عليها مشاكل إلى اليوم، حتى أنه سيدي قبل أيام. شوف سيدي، باش تكون كذا اللي كندخلوا واحد العنصر، باش شوية تكون عندك بعض الأشياء اللي ممكن تتحكم فيها وتدي لك يعني يا ربما حكم سالم. كل المعارضة المراكشية كانت عندي، كلهم بما فيهم يوسف هذا أخونا عبد الرحمن يوسف كان عندي الحالي. كل المعارضة اللي أنا اشتغلت معها واللي يعني أنت كنت عملت والمعارضة ضد الحسن الثاني. أنا ما عملتش يا أخي، هم عربوا عندي، كانوا معي البارح وما يأكلوا معايا ويتعاملوا معايا ويتعبوا معايا. أنا ليه من نعرف؟ ما نعرفش حسن الثاني كان في مدغشقر، نعرف اللي كانوا طلعوا الجبل ودحوا إلى آخره، سعيد بن عيلات، حسن العرج، عبد الرحمن يوسفي، ومشى بالعشرات من كهذا، والبصري وبعدين جاءوا لعندي نطردهم. نفس الشيء فيما يخص تونس. يعني تعتقد أن دي كان لها دور رئيسي في تأجج الصراع بين المغرب والجزائر؟ كان فيها دور، كان فيها دور، ما فيش كان لها دور، لكن المشكلة لم تنتهي إلى الآن، ويقال أن لك الدور الرئيسي في استمرارها على مدى أكثر من 40 عام. يا أخي أنا مسؤول على ما أعرفش على العرب، على هذا اللي بيطاح، هذا أنا هو المسؤول. أنا معك إلا أنت تأخذها كده. لا أنا سيد الرئيس فطرح معي. يا أخي سبحان الله، يا أخي أنا فاقت أديت لك عنصر كنت ما تعرفوش، المعارضة كلها اليوم الموجودة، القدماء اللي كانوا في مرحلة التعديل كلهم كانوا عندي، وكان في المعارضة ضد حسن الثاني. ظلت العلاقات بينك وبين الحسن الثاني سيئة؟ يعني مصابة يعني ما مشوبة بهذا الأشياء إلى 19 مايو 65، حيث وقع الانقلاب عليك. حتى وقع الانقلاب علينا. طيب الآن على الجانب الآخر كان المجاهد الأكبر بورقيبة، كان المجاهد في تونس، وعلاقتك به كانت علاقات سيئة. بالنسبة لنا أنا بيودي لاجرح إخواننا التوانسة، لكن على حسب تلك الظروف اللي كانت موجودة في ذاك الوقت. بالنسبة لنا كان غربي محض، كانت ظروف يعني كانت العروبة، وكنا يعني حقيقة يعني في حالة تعزخم في رأيي، يعني
زخم وطالعين يعني. فكانت عنده ارتباطات أخرى، أنا لا أنقص يعني في نضاله وفي يعني اجتهاداته يعني وحبسه ومعانا في السجون إلى آخره، لكن في داخله ما كناش ماشيين على نفس الاتجاه. احنا نشوف للمشرق ونشوف للثقافة العربية الإسلامية. لكن كنت بتتعمد أنت إهانة بورقيبة دائما لا قولك لا لا. نحن عرب نحن عرب نحن عرب، هذه لأنه هو يا أخي هذه سببها والله، هذا أفسر لك يعني. أولا أنا جاي من ليبيا وما عارش ماشي ندخل مصر لتونس بصفة عادية، فإذا به يطلع رجل ديوان في الطائرة يقول لي أحمد راه اللقاء يكون ما يكون فيه لقاء رسمي ويكون موجود المجاهد الكبار ويستقبلوك إلى آخره. فأخذت عليه قلت له يا أخي إيه حتى نطلع للطائرة ليه؟ أنا كنت معايا سفارة موجودة عندكم تعلموني من قبل يعني، وكيف قالوا لازم كلمة ولازم كذا. فجيت بإخلاص يعني وجدت 300,000 و 400,000 ناس إلى آخره، وقع حادث مش معروف هذا حاصل ذهول. كنا تكلمنا على المشكل اللي كان ما بين الحكومة المؤقتة والجيش في تونس، مسألة الطيارين إلى آخره. صحيح. الطيارين الفرنسيين الذين الفرنسيين. تم اعتقالهم وطلب من الحكومة المؤقتة تسليمهم فيما رفضوا. وبورقيبة كان هو سبب في حل المشكل، وقع لدرجة طوقوا جيشنا وقطعوا لها الماء وكان فيه توتر في العلاقات. ففي المطار وهذا معروف يعني رؤساء ينزلوا ويمشوا وينحنوا أمام الراية يعني وأمام الجيش يعني المحلي، وفي في نفس الوقت كان الجيش الجزائري موجود فرقة كذلك موجودة. أنا رحت معه للجيش التونسي وانحنيت أمامه وماشي باش نمشي كذلك نتموا يعني مشوارنا. أنا مشيت لكن الرئيس رحمه الله رفض يجي معايا، معناها وقعت كأنه طعنة بالنسبة لي، مس عواطفنا أن هذا جيشنا ما، ورفض أن يجي وانحنى أمام الراية الجزائرية. وهذا لأنه كان طبعا كان موالي للحكومة المؤقتة. أنا هذه مستني أخي، هذه جرحتني. ثم في كلام وبقى كلام تعتب والجهاد الأصغر والجهاد الأكبر وما شيه وهذا فعل. أنا والله لكن أنا انفعلت بكل صراحة، قلت له نحن عرب نحن عرب نحن عرب. وماذا قال لك؟ وش يقول كشكش وغلط وتعب. في 13 ديسمبر 1963 قمت أنت مع الرئيس جمال عبد الناصر بزيارة إلى بورقيبة في تونس. الله. وأطفيتم عليه يعني شيئا من ترسيخ الزعامة العربية والدعم بالنسبة إليه. نعم. وذلك بمناسبة احتفالات 15 أكتوبر أو معركة بنزرت. معركة بنزرت جرت على بورقيبة كثير من النقمة بالنسبة للشعب. وأراد أن يحولها إلى انتصار رغم أنها كانت هزيمة، وأنتم ساعدتموه في هذا الموضوع. هذا ما ذكره الصافي سعيد في كتاب بورقيبة سيرة شبه محرمة، وقال إن بورقيبة كان يتمتع أو كان عليه سخط وكراهية شديدة. احتشد 300,000 تونسي في انتظاركم أنت عبد الناصر. وكان صالح بن يوسف صاحبكم الناصري كان قد قتل، كان صفاه وتخلص من بورقيبة. وأنت أيضا كررت هنا نحن عرب نحن عرب نحن عرب. لا لا لا. فرد عليك بورقيبة وقالوا هل نحن هنود وهل نحن هنود وهل لا ولا في هذا كلام. هذا ذكر سيادة الرئيس هذا الكلام أنت قلته في كتاب بن بلة يتكلم، كان عبارة عن حوارات مشروعة. ولكن هذا الكلام أنا قلتها مرة واحدة في تونس في الظروف اللي أنا ذكرتها. اليوم اللي مشينا على أساس يعني نديله يعني مساعدة، يعني هو يحتفل بشيء اللي كان هو بالنسبة له جرح، وحتى احنا لأن كانت هزيمة يعني بزرت إلى آخره. صحيح أنكم حملتم بورقيبة على الأعناق؟ والله ما حملناش، هو اللي طلع فوق كتافي والله ما حملناه ماشي والله اسمح لي يعني والله هذا كلام أقرأ عليه. كيف سيادة الرئيس؟ ما عرف شيء، هو شاف روحه قصير شوية وجمال ما شاء الله كبير إلى آخره، هو الناس ما تشوفوش يعني. وكان بينكما؟ بس انتوا حملتوه يعني ظهرت الصوره انكم لا ولا حملنا ولا وقيل ان لا ما حملناش، هو طلع على كتافنا
بصيفته وصبحنا في محرجين حقيقة. خلينا من هذه والله، خلينا على كل حال. المهم المناسبة هذه مرت كويسة الحقيقة، وأنا كان وقع لي شوية، كان وقع لي مشكل في حاجة أخرى في هذه. كان نعم. معنا ولي العهد في ليبيا في ذلك الوقت، لا تنسى بأنه كان الملك إدريس يعني. صحيح. جاء ولي العهد وكان المفروض يعني، ولكن في البروتوكول في هذا في وقت الاحتفال هذا شوية مسوا كرامته وكرامتنا في الشعب الليبي، لأن قرروا بأن ما يكونش معنا في السيارة احنا اللي تنقلنا، وكون سيارة ثانية تجي من بعد إلى آخره. هو الإخوان الليبيين كان سفير شكيني أظن اسمه شكيني، جاء شافني وقال لي أحمد الإخوان هم حنونا إلى آخره، وأنا تدخلت الحقيقة وجاء باهل الغم وقلت له هذا ما يصير شيء، وهذه إهانة للشعب يعني وما نقبلهوش، إيه اللي نعمله؟ قلت له أنا نمشي معه حتى يعني ما تكونش. قال لا لازم تتقعد مع الجهد الأكبر معه. قلت لازم يكون معنا هو. في النهاية جاء بورقيبة وتكلم معايا وحاول يقنعني وما قنعنيش وطلعناه معنا. صبحنا ربعة يعني مثل هذا اللي كانوا في روسيا. نعم. ترويكا هذه برجناف ولا ما عرف شيء الأخير، لكن أنا ربعة. ما صرت بارك الله شفته، وأنا مش بعيد عليه، وحتى الوالي العهد يعني مش قصير يعني، لكن بورقيبة قصير كتير يعني. والناس هاجة ما يجاو وكذا إلى آخره، والإذاعة نتاعو تقول الرئيس أحمد ملا والرئيس هذاك أخذوا أخاهم ووضعوا على كتافهم، ولا ضعنا على كتافنا، واللي طلع بنفسه سلام وحرجنا. المهم الاحتفال فات كويس. هل هذا لم يؤدي إلى تحسن العلاقة بينك وبين بورقيبة؟ كانت العلاقات مع تونس ولا وقعت لنا مشكل أبدا. ليه؟ كان رجل رائع فاضل رئيس حكومة، هو باهي الدغم. الباهي الأدغم. نعم. باهي الأدغم اللي ومعروف وكان نعم حاضر في الوطن على العام بالك. 70 رئيس للحكومة. نعم. وكان هو المبعوث من طرف الجامعة العربية في الحوادث في اللي وقعت في حل حزمة أيلول الأسود، وكان عنده موقف رائع في 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 عمان يعني. صحيح. ضد الملك. توفي قبل أعوام قليلة، ورجل فاضل هذا. نعم. وهذا كان زميلي الحقيقة، وكانت العلاقة كويسة. سيادة الرئيس، أنت في الفترة ديت كنت زعيم الثورة وقمتم بثورة في الجزائر، وحولتم الجزائر يعني الثورة الإيرانية وصف لها مصطلح تصدير الثورات، لكن أنتم بدأتوا تصدروا ثورات من بدري. والله بدأت فتحت الجزائر لكل الحركات الثورية في إفريقيا. كلها. أقمت علاقات قوية مع كاسترو. آه. أقمت أويت أيضا جيفارا و. وأبو يعني جهاد. أبو جهاد قبل ما يكون مسؤول يعني. كيف حولتم الجزائر إلى مهد للثورات؟ لا والله مش حنحولنا يعني، كانت فترة متاع الحروب التحررية، والجزائر فعلا احنا بمقتدى يعني العمل انتحنا، وكان عمل شاق، ولكن انتصرنا في النهاية وبكل صراحة. من أهم الشخصيات اللي أويتوها والحركات؟ منضلة مثلا، احنا دربنا منديلا. ايه دربنا تشيسانو اللي راه اليوم موجود رئيس الجمهوريه في موزمبيق، دربنا نيتو رئيس الجمهوريه في لانغولا، دربنا اميكار كابرال نتاع بيساو، دربنا الرئيس نتاع كاب فير اللي موجود اليوم، دربنا كابيلا. سامورا ميشيل. كابيلا ايضا كان عندك؟ كان كابيلا، ولكن كان لا كان كان ضبط صغير وعرفوا تشي جيفارا عرفوا كيف راح نعم. عرفوا، لكن انا اللي كنت جفارة انا اللي جبتو. انا اللي قمت بتقريبا يعني ما يسمى بجسر يعني سماوي لصالح الثوره في الانغولا بالسلاح. انا اللي منين وانتم دوله فقيره وغلبان؟ لا والله انا استطعت في اديس ابيبا، اتفقنا يعني احنا 8 و9 نتاع رؤساء دول، اخ جمال عبد الناصر وسيكوتوري ومودي بوكيتا ونكروما وكينياتا تاع كينيا و نعم جمال عبد الناصر، وانا اتفقنا على ان نعين اخواننا في جنوب افريقيا، لان كان مازال استعمار يعني. نعم. الأنغولا كان فرقية تقريبا يعني كلها مازال قوية مع هؤلاء الزعماء إلى الآن. درنا مش درنا بس يعني، كنا جيش وكنا تدريب في تنزانيا، وكان جزائري هو اللي قايم
على هذا التدريب يعني. ما الذي جعلكم تأتون؟ ونفس الوقت السلاح، لأن كانت المعركة في هذاك، أنا كنت مكلف على أن. من أين كنتم السلاح. تأتون بالسلاح؟ من الجزائر، السلاح كله تقريبا روسي. لم تأتي من يوغوسلافيا وكوبا بالأسلحة لهؤلاء؟ لا لا لا، تأتيش من يوغوسلافيا، ولا احنا كان عندنا ما يكفينا الحقيقة. انتم كنتم رغم انكم دولة فقيرة والنظام ما كان لديكم اموال، لكن كنتم تتعاملوا بشيء غريب بينكم وبين الأنظمة الثورية المختلفة. اي نعم، لكن ما نشتروش السلاح، السلاح كنا يعني ناخذه. ارسل لك مثلا، ارسل لك كاسترو 3 سفن محملة بالأسلحة. اي نعم. كيف دفعتم ثمن هذه السفن؟ ولا الثمن اللي دفعناه ما دفعناش، احنا مش غير معاه، مع كل هذه الدول اللي تكلمت عليها، مع سيكوتوري، مع مودي بوكيتا، ما كانش تبادل، ما كانش عندنا تبادل ويدخل في الوسط يعني وزير، لا ناخذ شيء ونعطي شيء بغير ما نحسب. كيف؟ بدون مديونيه، بدون اي شيء؟ مع مالي كنت والله ربما الثلث نتاع التجاره نتاعو مع الجزائر. يعني كما يفعل الناس البسطاء، واحد يبعث لواحد هديه يملاه الطبق يرجع له فلوس. عام كيف؟ ولا رقم. مع مصر نفس الشيء. لا قل لي مثلا، ضرب لي امثله الان. يعني الثلاث كانت سفن الحاجه مثلا في مصر، في الجزائر، كان اول معمل من احسن المعامل، ربما احسن المعمل، دات لنا النصر مصر، ولا دفعت لنا مليم. كان معمل ايه؟ نسيج ولا نتاع قميشه الى اخره، من اروع ما يكون اليوم موجود يعني، ولا نصدره من العام الاول قميشه الى اخره، من احسن يعني الطراز. ماذا رددتم لمصر؟ ما رددنا شيء لمصر، ليه ندي لنا من مصر؟ ما عندناش احنا. من كوبا ماذا رددت الكاسترو؟ كوبا ارسلنا سلاح، احنا ارسلنا له خيل مصيلين، لانه الخيل في كوبا مش كويسه، ارسلنا له زيت زيتون، ارسلنا له خمر، الجزائر يعني تنتج خمر، هو طلب منا هذا بالذات. انا سالت السفير قال لي ها الحاجات اللي هو في حاجه. في مقابل السلاح؟ في مقابل السلاح والسكر. دون بالضرورة أن يكون السكر كذلك، لأنه هو دون أن يكون السكر. هذا بالضرورة يوافق هذا من حيث القيمة المادية. لا أبدا، ولا عارفين من. لكن أنتم أنظمة ثورية مع بعض، مش فرق الحكاية. وهذا عملته مع سيكوتوري كذلك. ماذا فعلت مع سيكوتوري؟ أرسلت له مثلا الحبوب، ما عندوش الحبوب، وكان يأخذها من أمريكا، وبعدين يعني رفضت تديله هذا، وأصبحت مجاعة إلى آخره. 8 أيام وحنا نشتغل علشان نطحن له، ورسلنا له. وماذا رد لك هو؟ ما رد لي ولو. لا لا، المركب جاء بالحطب هذا اللي بان لي اسود، ولكن انا كنت قلت لهم المركب يرجع لي فارغ، لكن هو عمروا بالحطب و يعني والله إيه كان هذا. انت ذكرت لي ايضا انكم اشتريتم تراكتورات من يوغوسلافيا من اجل الارض الزراعة. من عند تيتو. تيتو بغير ما ندفعوا في مال، ما كانش عندي مال. يعني لم تدفع له مقابل ايضا؟ لا، في هذه ما دفعتلوش. في هذه 500 تراكتور ولا دفعنا فيها فلس، ولكن فيها. بعدين مش غير هذه، جاب بواخر الى اخره. كانت لكن كانظمه ثوريه واشتراكيه في ذلك الوقت كنتم تدعموا بعض بشكل. كنا نرسلوا مثلا بعض الفواكه، احنا عندنا فواكه وتاتي في المواسم اللي هما بلاد فيها برد وفيها ثلج، احنا عندنا كنا نرسلوا كثير، مثل البرتقال، مثل الطماطم، مثل. أنا عايز أعرف العلاقة اللي ربطتك بتشي جيفارا على الخصوص. احنا ما كانش عندي علاقات مع كل دول بالحسابات. الوزير ما فيش وزير تزارة اللي يعرف إيه اللي ما فيش أبدا. كانت ندفع الشيء اللي يطلبوه مني ونقدر نعطي وناخذ ربما، ولا هما يرسلوا لي. بس هنا بيأخذ عليك أنك لم تبني نظام إداري في الدولة يستطيع أن يقوم بهذه. أنا اللي بنيت الدولة في سنتين ونص، انتخاب نتاع الدستور، ما عندناش دستور، انتخاب تاع البرلمان مرتين، مش مرة واحدة، مرتين، مؤتمر الحزب. الدستور أقر في 8 سبتمبر 63. نعم، دستور، ومرتين انتخابات البرلمان، هذه في سنتين ونص. ما هو الشعب فقير ويتهموك أنك أنت الانتخابات هذه كانت صورية وتأتي بها بأصحابك وكل معارضيك تبعدهم. ما فيش معارضين في ذلك الوقت. طيب حتى ابقى في اطار العلاقات الدوليه والعربيه، في عام 1964 عقدت اول قمه. لا لا، تطرح المشكله تاعك وتقفز لحاجه اخرى. لا ترى خليني نجاوب يا اخي، معلش زيد تفضل. لا اصل انا طرحتها عليك قبل كده ولسه هرجع لها بشكل. لا ترسل لي حاجه ركله وبعدين تهرب. لا معلش معلش، ايه اللي تريد نجاوب عليه؟ تسلم سياده الرئيس. تفضل. في عام 1964 عقدت أول قمة عربية في مصر. نعم.
وربما أنت والرئيس السوري الأسبق أمين الحافظ أطال الله في عمركما يعني الرئيسين الوحيدين الباقيين من خلال هذه القمة. هناك القمم عقدت، كل القمم تقريبا نفس الموضوع، موضوع فلسطين من 1964 على إلى اليوم، المية، بالخصوص على المية، وكاد في ذلك بخصوص الوقت تحويل نهر الأردن. نعم نهر الأردن، وكاد يعني كان يعني شوية روح الحرب يعني كانت مخيمة علينا الحقيقة، يعني كنا كدنا، ولكن كان نقمت مر كتير، يعني كنا نخشى ما نخشى. تقييمك إيه للمؤتمر؟ هل كان في وحدة عربية؟ هل كان في، لا كانت ولا محاولة نفس صورة الحكام في لأول مرة. 64 كنفسها لا اليوم؟ لا ما يا أخي، شوف على حسب نوعية الحكام اللي كانت موجودة، مش ممكن يكون شيء يعني هذاك، ولكن على حسب يعني الظروف، المقتضيات الظروف. أنا في رأيي كانت هو الاجتماع الأحسن في كل اللقاءات نتاعنا، كنا قيادة عسكرية، وبالخصوص كان برنامج التنمية لصالح الأردن بالخصوص نتاع المية، ودى نتيجته كان كذلك يعني ترميم يعني المسجد الأقصى إلى آخره. في رأيي كانت من الاجتماعات اللي وقعت الأحسن، يعني اللي وقع فيها في النهاية جو يعني بناء إلى آخره. يعني القرار الخاص وكان بتشكيل دور الجزائر، اللجنة كان العربية دور للعلوم، الجزائر مهم في هذه بكل صراحة. ايه أنا طبيعة الدور اللي لعبته كجزائر في هذه القمة؟ هي التوفيق ما بين مثلا الأخ جمال عبد الناصر والأردن، تعرف العلاقات كانت يعني مش كويسة، وكان الروح نتاع التصادم يعني مش روح نتاع، فأنا سعيد على كل حال شوية لأن تعتبر الدور أول اللي أنت قمت به في هذه القمة دور والله كان بتعتبره شيء إيجابي، كان تاريخي؟ إيجابي أولا لأن كثير من الإخوان كانوا على يعني يسعوا على أن يعني على أن يصعدوا المسائل، وربما مش الحرب، وإحنا كنا مش مستعدين لهذا، ما عندناش جيش حرب، ما عندناش طائرة واحدة، ما عندناش، ما عايزش ندخل في معركة اللي نخسرها ضد إسرائيل. ولهذا طلبت من الأخ جمال بأن نشوف اللي ممكن أن يفيد، وفعلا يعني اتفقنا على برنامج اقتصادي رائع، وعلى تكوين قيادة عسكرية، وبعض يعني الأجراءات اللي في علاقاتك الدولية كان هناك تناقضات كثيرة ما بين الشرق والغرب، قمت بزيارة كينيدي وخرجت من عند كينيدي لتزور كوبا، كاسترو العدو اللدود كان للأمريكان، لا والله علاقتك بالسوفييت وبالصينيين كانت علاقات قوية، حتى أن السوفييت يعني كان عندي كتاب من الكتب التي استندت إليها اسمه بن بيلا عند أصدقائه السوفييت، حوى كل زياراتك للاتحاد السوفيتي بالصور وبالتواريخ وبالأحداث، وكأن علاقاتك بالسوفييت كانت من العلاقات المتميزة في تلك الفترة، علاقات قوية بالسوفييت بالصينيين، في نفس الوقت رحت زرت كينيدي، في نفس الوقت تحتفظ بعلاقات قوية مع كاسترو في كوبا، في نفس الوقت كنت تقوي الحركات الثورية والمعارضين، في نفس الوقت أقمت علاقات خاصة مع تشي جيفارا وجاء عندكم إلى الجزائر، كيف نفهم سياسة هل هي سياسة تخبط أم كانت سياسة لا، واضحة ما في فيش المعارضة؟ مش تخبط، فقط انا جيت في فرحه، في فتره تاريخيه مش فيها طفره، فيهاش قسم بالنسبه لنا، بالنسبه للعالم الثالث والعرب بصفه عامه، ولكن كانت اقصب فترات الحقيقه، وانتصرنا في عمل كان يظهر مستحيل يعني، وهو خروج فرنسا، خروج 850 ألف عسكري فرنساوي، وخروج مليونين ونصف فرنساوي من الجزائر. انتصرنا عليهم مش في معركة فاصلة، لكن بعمل مستمر، وأساسه هي الشهادة هذه بالذات اللي تستعمل اليوم عند إخوان الفلسطينيين، وهذه اللي خلتنا ننجح في عملنا، وكانت المعجزة وقعت بفضل أولا وقبل كل شيء مساعدة إخواننا العرب، وبفضل كذلك يعني شعبنا العظيم. كيف استقبلك كينيدي لما ذهبت إلى الولايات المتحدة؟ استقبلني كويس، كنت رئيس حكومة فقط، لكن استقبلني كرئيس جمهورية، لكن ما اتفقناش. إيه الخلافات اللي كانت بينك وبين كانت كينيدي؟ أولا فيما يخص الشاه في ذلك الوقت شاه تاع إيران، إيران، وكان لازم يقدم لي السلك الدبلوماسي، وكان رئيس هذاك الدبلوماسيين كان ايراني مسن يعني، وانا قلت له انا ارفض، هو اللي قدم لي يعني هذاك، قال لي انا كنت ضد نظام الشاه،
كنت نظام الشهر، طبعا كانوا كنت عندي بتؤيد كل ثورية مصدق؟ المعارضين نعم. كانوا عندي ومتفق مع جمال على هذا، وعندنا خطة واحدة ضد الشهر وكانت لك علاقة مع مصدق مع مصدقة. والثوريين نعم، يعني قبل ولو ما ذلك؟ شفتوش ما نعرفوش، لكن مصدق كنا من نايم. 53 طبعا، نعم. ثورته انتهت في 50. فيوم فرض علي ان يعني يجي، يعني انت قويت كل المعارضين في انحاء العالم. انا قويت كل اللي كانوا ضد النظام العالمي وضد امريكا بالدرجة الاولى، وحاولت نخرب بيتهم، ولليوم حاول نخرب بيتهم والله. هذه هي سياستي. كنت تريدهم أن يتركوك في السلطة؟ أنا السلطة والله ما جيتش رغبة فيها، ولا كنت يا رئيس. لا يعني كنت عايز تقعد تخرب عليهم هم يتفرجوا على سعادتك، يعني لا لا كنت ما تدرك لا تماما لا أنك أنا تحارب عارف والله. الكل لا بهذا اللي الجوهر. عمل يا أخي اللي عانى في الحرب الجزائرية ما غلطش في هذه والله، نعرف لكن حساباتك ألم يا يكن سيد أخي. الشعب الجزائري في ذلك الوقت أولى بتوجيه التنمية إليه بدل من جمع كل هذا الثوريين كلام والمعارضين من أنحاء والله، العالم؟ هذا كلام أمريكي ستيفنسون معايا اللي كان مرشح ليه، أنت عندك هذا البؤس وهذاك وبقي تحررنا العالم، حرر الجماعة نتاعك وفيهم بؤس. قلت له أنا باش البؤس ما يبقاش مش فقط في الجزائر، لازم البؤس نتحرر فيه في العالم ككل، وانتم متسلطين على البؤس للعالم ككل. كيف كانت علاقتك مع كاسترو؟ كويسة الحقيقة، كويسة. وكيف علاقتك مع تشي جيفارا؟ رائعة. هل صحيح أنك أويته في الجزائر بعد ما اختلف مع كاسترو؟ والله انا ما اتكلمش على اختلاف، انا فري ما كانش اختلاف كبير الى اخره، هو ارجنتيني، هو كل حياته يعني وظفها لصالح تحرير العالم من النظام العالمي كماركسي، ولكن التقي معه في بعض يعني اشياء. وانا اللي رجل هذا يعني قدرته، لانه رجل من الناحيه الانسانيه رجل حقيقه رائع من الناحيه الانسانيه فقط يعني، وان كان رجل مريض كثير، عنده الرب، والرب اللي درجه حقه حتى يختنق، وكان كيف تجيه الازمه ناخذه في لكن السياره. صف لنا هذا الرجل الذي باختصار شديد اللي ينظر إليه الآن كأسطورة. آه والله هو اسطوره، هو ضحى وقبل ان وعرف بان المساله اكبر منه، ولكن رهن ومشى وقدم حياته لهذا ومات ورايح، والصورة نتاعو يعني ما تبقاتش صورة أخرى أكثر منها يعني حقيقة عظمة، مثل الصورة نتاعو هو منشور ونشروه، وكأنه نور طلع من وجهه من جسده إلى آخره. الشباب اليوم في العالم يشوف فيه كصورة لا رائعة. زالت النزعة الثورية تسيطر عليك يا سيادة لا الرئيس، والله نزعة، مش أنا عندي حتى وأنت يعني أطال نعرة الله عمرك في السادسة نعرة والثمانين يعني. نعرة نتاع الجمال، الجمال في الحياة، الجمال هو الثورة، هو الإنسان يثور على الظلم، هذا هو فقط يعني. في الحلقة القادمة أتناول معك الصراعات الداخلية التي قامت بين الولايات، والصراعات الداخلية التي كانت في السلطة والتي وصلت إلى 19 من يونيو حزيران عام 1965، حيث قام بومدين بانقلابه عليك وأودعك السجن 15 عاما أو تحت الإقامة الجبرية. أشكرك سيادة الرئيس. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة الرئيس الجزائري الأسبق أحمد بن بلة. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.